السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي أحمد حبيب. النهاردة يوم مشهود، يوم من أيام الله، 25 يناير 2021، عيد الشرطة المصرية. اسمحوا لي كمواطن مصري وكمتخصص في الإعلام الأمني وكخبير مستشار في الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية أنقل لحضراتكم النهاردة شعور مختلف تماما. أنا عندي 39 سنة، على مدار عمري كل ما بيجي 25 يناير واسمع كلمة عيد الشرطة ببص عليها باعتبارها مناسبة عادية، باعتبارها مناسبة لوزارة من الوزارات، وهي وزارة مهمة زي وزارة الداخلية تحديدا للجهاز الشرطي، وأنها مناسبة فيها أجازة أو فيها فعاليات أو مراسم أو مناسبة بشكل أو بآخر. لكن النهاردة عايز أتكلم عن شهادة. أول مرة أسجل فيديو أهنئ السادة في وزارة الداخلية وعيد الشرطة من خلال فيديو، ممكن يكون كلمة أو بوست أو، لكن النهاردة أنا عايز أسجل فيديو علشان أحط شهادة للتاريخ. الشهادة دي جاية عن واقع، وهي جاية من شهادة يعني شاهد، يعني شفت بعيني. أنا بقالي أكثر من سنة ونص مستشار في الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، وخلال هذا الصرح المهم العبقري العظيم الوطني المحترم العلمي، قابلت عدد كبير جدا من أساتذتنا في وزارة الداخلية، ما بين لواءات وعمدة والأكثر لواءات، خبرة متخصصين حاملي ماجستير وحاملي دكتوراه، وبعضهم أكثر من ماجستير وبعضهم أكثر من دكتوراه. قابلت علماء، لواء دكتور لف العالم، أكثر من واحد، عشرات، بنتكلم عن عشرات لفوا العالم، خبراء أمنيين من الطراز الرفيع، ينصت إليهم نظر أو نظائرهم من في الدول الأخرى في الوزارات الداخلية العربية وغيرها حول العالم. قابلت علماء متواضعين، قابلت ناس بتغلب المعلومة على الثقافة المجردة، قابلت ناس عندهم ميزة نسبية في المنهج والمنهجية في التفكير وطرق التفكير، قابلت ناس تحترم عقول من أمامها، قابلت قدوات وقيادات في وزارة الداخلية تنصت بشكل رائع للأفكار والمشاريع، قابلت ناس عندها من الحلم والصبر الكثير. ويمكن اللي تابعني على مدار سنة وشوية فاتت، أنا عملت حوالي 100 لقاء إعلامي مع قيادات وزارة الداخلية، قيادات مختلفة في وزارة الداخلية. أنا عملت أكثر من 250 مقطع محتوى مرئي طبعا في هذا الكيان الكبير في الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، بيتكلم أو بينقل صوت علماء وجهابذة وخبراء وزارة الداخلية المصرية. النهاردة أنا بهنئ حضراتكم، مش بس لأنكم تعتبروني ابن ليكم، كتير من حضراتكم ابني واللي يقول لي أخويا الصغير، وده وسام كبير على صدري، ليس لأنكم فقط آباء كرام أو إخوة كبار كرام، ولكن لأن حضراتكم تستحقوا فعلا أن احنا نقدمكم للمجتمع في أروع ما تكون الصور، في أروع ما تكون اللقطات، في أروع ما تكون الميزات الإنسانية والميزات الاجتماعية. وزارة الداخلية الصورة الذهنية عند كثير من المواطنين في الشعب المصري إن هي الاسم والمحاضر لا 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 لا، الموضوع أبعد وأكبر من كده بكتير. يكفي أن أقول لحضراتكم السادة المشاهدين إن فعلا مش ببالغ، إن بعض من قيادتنا بيصحى الصبح على كارثة بحجم بلد، ومطالب ان هو يتعامل مع الكارثة دي خلال ساعات، ولله الحمد عندنا من الكفاءات وعندنا من العلم والخبرة ما يدرس حول العالم في العلوم الأمنية المختلفة على اتساعها. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لكن لازم يعني اوجه التهنئة لبعض من قياداتي واساتذتي، واسمحوا لي واعتذر لو نسيت بعض الاسماء. انا بتكلم بدون ورقة وقلم،
ومع حضراتكم كده مباشرة. والنهاردة صباح بكلمكم من صباح 25 يناير 2021. فاسمحوا لي أتوجه أول ما أتوجه بالتهنئة لقيادات وزارة الداخلية، لأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، لواء دكتور أشرف النحاس أستاذ العلوم الإدارية بجامعة ميرلند في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المستشار التنظيمي لوزارة الداخلية المصرية لأكثر من 20 عام، وهو المساهم في تأسيس العديد من الوزارات الداخلية العربية، واحد من أروع القيادات اللي ممكن تتعامل معها قلبا وقلبا وخلقا وخلقة وشكلا وموضوعا. حلمه وصبره وقدرته الغير عادية في أنه يحتوي الأعمار المختلفة. اسمحوا لي أهني معاي اللواء الدكتور محمد بيه عشمائي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وهو فخر جهاز الأمن الوطني المصري، وهو المحاضر دي أكاديمية الشرطة المصرية وأكاديمية الشرطة في دبي، وجاب العالم كذلك بعلمه، وهو واحد من المعتبرين في علم إدارة الأزمات. اسمحوا لي أهني حبيبي معالي اللواء دكتور رفعت البسيط، ذلك الرجل الذي في صمته عبرة، في كلامه فكرة، لطالما كان داعما مساندا سندا بالشكل اللائق وأكثر من اللائق. اسمحوا لي أهني معالي اللواء الدكتور محمد بيه حسين عبد الأول، وهو دكتوراه في العلوم الأمنية البيئية، وكذلك هو محاضر في أكاديمية الشرطة المصرية، وهو كذلك المحاضر بالكلية الملكية الشرطية في البحرين. ولا أنسى كلمة رئيس الوزراء البحريني له لما كان يعني بيسلم عليه في حفل تخريج أول دفعة في الكلية الملكية الشرطية في البحرين، قال له: انتوا يا مصريين اللي ما يتعلمش منكم وهو صغير يتعلم منكم وهو كبير. اسمحوا لي بقى ايه اخرج الى ابعد بقى الهيئة الاستشارية العليا للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية والقيادات، رفيعي المستوى حبيبي واستاذي وقدوتي والعراب معالي اللواء الدكتور عادل بيك عبد العليم. طبعا اللواء عادل بيك عبد العليم اللي متابعني يرى ويلمس انه الاقرب الى قلبي والى عقلي والى وجداني. الحب بيننا افخم واعلى بكثير من مجرد اب وابن فقط، او اخ كبير واخ صغير، او تلميذ واستاذ، او معلم ومتعلم. ولكن بحمد ربنا سبحانه وتعالى، ولا طالما كررت المعنى ده، ان ربنا رزقني هذا القلب المهم اللي دائم التوجيه ودائم النقد البناء ودائم التحليل لكثير من الاشياء اللي بقوم بيها، وبتعلم من ده كتير جدا جدا. اللواء عادل عبد العليم هو مساعد وزير الداخلية سابقا، ومعه وسام رئاسة الجمهورية، وهو وكيل وزارة في رئاسة الجمهورية، وكذلك فخر جهاز الأمن الوطني، ودكتوراه في النقد السينمائي، وله صولات وجولات في مجابهة الفكر المتطرف المزعج، وكان متصدي له بشراسة، ولازال بالكلمة والعبرة والتاريخ والأخبار والتحليلات. حتى أنا دايماً بقول اللي عايز يعرف إحنا فين من الأحداث يخش صفحة معالي اللواء دكتور عادل عبد العليم. اسمحوا لي كذلك أهني معالي اللواء عاصم بيك جنيدي، هو خبير أمن ونظم معلومات وفخر جهاز الأمن الوطني كذلك، وهو من المساهمين الأوائل في تأسيس مركز المعلومات في مجلس النواب المصري، ويعني شخصية عاشقة للمعلومة وضبط المعلومة ومركز المعلومة ومعالجة المعلومة إلى آخره. اسمحوا لي برضو أهني كذلك ولاد البلد، معالي اللواء أشرف بيك صابر ومعالي اللواء أسامة بيك صابر، الأخوين اللي أنا بقول عليهم دايما ولاد البلد، الجدعان، محاضرين في أكاديميات مختلفة وفي أكاديمية الشرطة. طبعا سيادة اللواء أسامة بيك صابر هو واحد من أعلام المجال الرياضي، تحديدا في رياضة السباحة، وكذلك رياضات كتيرة، بس هو يعني الأشهر عنده مجال رياضة السباحة.
طاف العالم كله، كان له صولات وجولات في فرنسا. فأهنئك معالي اللواء أسامة بك، وكذلك أخوك الكريم المحاضر في العديد من أكاديميات وكالة الشرطة معالي اللواء أشرف بك صبر. طبعا حبيبي وأخويا وأستاذي الكبير معالي اللواء محمود بك رشيدي، يعني فخر جهاز الأمن الوطني، وهو خبير نظم وأمن المعلومات. أنا عايز أقول إيه، يمكن بنت ست اللواء رشيدي كتبت My father the handsome ever، هو دائما الأجمل والأوسم. أنا عايز أقول لحضرتك وأقول لسيادته برضو كل عام وحضرتك الأجمل قلبا وقالبا وروحا وشكلا ومضمونا. لا أنسى إن كان أول لقاء بيني وبين في منزله، وأنا أقدر يعني إيه مقابلة الرجال في المنزل مباشرة، ده يعني الثقة والحب والتقدير والاحتواء إلى آخره. فكان يعني لقاء جميل وامتدت الحمد لله الصداقة يعني مع كل هذه القيادة. طبعا لو عدت أسرد لحضراتكم كل عام وحضرتك بخير معالي اللواء هشام عبد العاطي مدير إدارة التدريب بقطاع السجون، كل عام حضرتك بخير يا فندم. كل التحية من القلب للوالد الكريم معالي اللواء أحمد بيك عاصم، تحية يا فندم وربنا يتمم شفاء حضرتك على خير. تحياتي وتقديري لمعالي اللواء الدكتور مصطفى بيك رجائي، كل عام وحضرتك بألف خير، مساعد وزير الداخلية لشمال وجنوب سيناء. أنا عدد كبير جدا جدا وأنا خايف والله إن أنا كنت نسيت حد، لكن ما كانش عندي يعني وقت إن أنا أخر الفيديو في بداية 25. أنا بكلمكم قرابة الساعة 9 صباحا 25 يناير 2021، كانت شهادة للتاريخ. وأختم رسالة للشعب المصري، تعرفوا على قدواتكم وقيادتكم عن قرب. أدعو حضراتكم مشاهدة عشرات يصل إلى 100 مقابلة إعلامية أجريتها مع الكثير من قيادتنا وقدواتنا في وزارة الداخلية المصرية. طبعا في وزارة الدفاع برضو أجريت عشرات اللقاءات، لكن النهاردة بالنسبة للشرطة بتكلم عن هذا الجهاز المهم. ثقوا في جهاز الأمن الوطني، يعني كثير من أساتذتي في جهاز الأمن الوطني لما بتناقش معاهم بسمع منهم فعلا 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 الأمر جلل، الأمر كبير، والبلد دي بعد الله سبحانه وتعالى محمية بأجهزتها الأمنية المختلفة وبجيشها وبشرطتها. ولازم نقرب من يعني لا نكون فقط بنتسلى وبنشوف الأحداث، ولكن دائما خلي دماغك ما وراء الأحداث. ثقوا في وزارة الداخلية، ثقوا في أجهزتها الأمنية، ثقوا في القيادات والقدوات، تأكدوا أن وزارة الداخلية ذاخرة عامرة بالأساتذة والدكاترة والعلماء اللي بكل ما تحمل الكلمة من معنى جابوا العالم بفكرهم ورؤيتهم والتحديات المختلفة التي بفضل الله تعالى اجتازوها ينفعوا الآخرين وينفعوا بلدنا مصر أم التوبة. تحياتي، اعتذر عن الإطالة. كل عام كل ضابط وكل جندي وكل قائد في وزارة الداخلية المصرية وفي الشرطة المصرية بخير وسلام. أحمد حبيب المستشار الإعلامي للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية.